في سنة من السنوات لتعرف كيف كرم الله وجود الله جل وعلا. في سنة من السنوات وفي عام 1428 أو عام 1427 وبالتحديد في مخيم الحرس الوطني وفي مخيم النساء، تلك المرأة التي دونت تلك القصة العجيبة في تلك السنة حطت رحالها في مخيم الحرس في اليوم السابع، ثم بدأت الأخوات بالكلمة في مخيم الحرس في مخيم النساء، ثم والله ما تكلمت داعية ولا نطقت امرأة إلا أتتها تلك الحاجة تقول والله، اسمع تلك الكلمة، تقول والله لأوريكم وش أسوي في يوم عرفة. كلمة الظهر، كلمة العصر، كلمة المغرب، كلمة العشاء، كلمة الفجر، كلما تكلمت امرأة أو اجتمعت بامرأة قالت والله لأوريكم وش أسوي في يوم عرفة. نام الناس في اليوم السابع، ثم تكرر المشهد في اليوم الثامن، ثم قالت المرأة والله 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 لأوريكم وش أسوي في يوم عرفة. ثم مسكها بعض الأخوات قالوا يا فلان اتق الله في نفسك، الكلام هذا يا أخي نشم منه رائحة الرياء، يا فلان إذا كان بينك وبين الله عمل صالح لا يعلم فيه أحد، اجعلي سريرة بينك وبين الله. ثم إذا بيوم عرفة يشرق وتخرج شمسه، ثم يركب الحجاج الباص، ثم يتجه الحجاج إلى مخيم عرفة، ثم إذا بتلك المرأة تحط الرحال قريب صلاة الظهر، تحط رحالها في مخيم عرفة، ثم تأكل ما قدر الله لها أن تأكل، ثم تصلي الظهر، ثم تصلي العصر جمع تقديم، ثم تشرب ما أراد الله جل وعلا أن تشرب، ثم رفعت يديها الساعة الأولى واحد ساعة الواحدة ظهرا، ثم إذا بالمرأة تبرهن كيف فقر العبد لله، ثم إذا بالمرأة تلبس لباس التقوى والمذلة والمسكنة للحسيس للعزيز الرحيم، ثم إذا بتلك المرأة تتعرض إلى نسائم رحمة الله، سبحانك ما أرحمك، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أجودك، سبحانك ما ألطفك، نحن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك. الساعة الواحدة والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والله ما أنزلت يديها ولا دقيقة. يوم جاس الساعة السادسة وإذا بالمرأة تزيد فقر لله، وإذا بالمرأة تزيد مسكنة لله، وإذا بالمرأة تزيد ذل وهوان لله، والله تهمس في الأرض ويسمعها من في السماء، والله تتضرع في الأرض وتقرع أبواب السماء، والله تظهر فقرها لله والله يراها من فوق سبع أرقع. لسان حالها لسان حال يعقوب حينما فقد من أحبه، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. شوف كيف الفقر لله، شوف كيف المسكنة لله. وأعلم من الله ما لا تعلمون، أعلم أن الله يرحم عباده، وأعلم أن الله يحب عباده، وأعلم أن الله يقبل عباده، وأعلم أن الله لطيف بعباده، وأعلم أن الله ينظر إلى قلب عبده، فإن رأى في قلبه ما يسره أعطاه فوق ما يريد وما لا يتصور وما لا يخطر بباله. فلا إله إلا الله العظيم الحليم جل جلاله. ثم أذن المغرب والجميع ينظر إلى تلك المرأة في ذاك المشهد، والمرأة يا إخوان والله ما أنزلت يديها، والله ما أنزلت يديها دقيقة. فلما أذن المغرب وإذا بالمرأة ترفع مباشرة الجوال، ثم إذا بتلك المرأة ترفع الجوال ثم تتصل، ثم تقول فلان قال نعم، ثم إذا بالجوال يسقط من يديها، والله ما يسمعون إلا تكبيرها في مخيم عرفة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والله ما رد الله من طلق بابه، والله ما أتيت لعرفة إلا لشيء يعلمه الله
والله ما أتت إلا لشيء واحد، تقول والله ما خرجت من بيتي حتى أعتمر، لا والله، ولا أحج، لا والله، والله ما حضرت إلى مخيم الحرس الوطني حتى أرمي الجمار، لا والله، والله ما خرجت من بيتي ولا لبيت لربي إلا لأن الواحد القدير اللطيف بعباده جل جلاله، لأن الله ينظر إلى شكواي وحزني ويعرف ما في همي وما في قلبي، ولأن الله جل جلاله ينظر إلى يدي فيستحي أن يردهما صفرا، ولأن الله جل وعلا يجيب المضطر ويكشف الضر ويرفع البلاء، ولأن الله أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، ولأن الله اللطيف بعباده، ولأن الله حرك لساني، ولأن الله أوجد قلبي، والله ما أعرف إلا الله، والله ما أتضرع إلا لله، والله ما أظهر فقري إلا لله، والله ما أبث شكواي إلا لله، سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما ألطفك، سبحانك ما أجودك، سبحانك والله ما أتت إلا شيء واحد. تقول أن الله جل وعلا قد رزقني بابن، والله ما يتكلم ولا يسمع. يا أخوان الصوت قوي ولا مو قوي؟ كويس. تقول والله أن الله جل وعلا رزقني بابن، والله ما يسمع ولا يتكلم. والله ما يسمع ولا يتكلم، وهذا شيء وجدته في نفسي، لكني مسلمة لله. لكنني أعرف أن الله أكرم من كل كريم. وأنني والله أعرف أن الله أمره، أن الله أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، وأن الله فالق الإصباح، وأن الله الذي حرك تلك اللحمة بين الفكين، وأن الله حرك فلانا وسكن فلان، وأن الله أسمع فلانا وأصم فلان، وأن الله جل وعلا ينظر إلى فقر عبده ويحب ذله، وأن الله جل وعلا قريب من عبده، وأنني أهمس في الأرض ويسمعني من في السماء، وأنني أقرب ما أكون من الله، وقد وضعت أعلى ما في جسدي فأطمن ما في الأرض، وأنني كلما عفرت وجهي لله رحمني، وأنني كلما أظهرت فقري لله لطف بي، وأن الله هو الكبير المتعال، وأن الله الرحيم الودود اللطيف جل جلاله. فأتيت لعرفة وعلى صعيد عرفة حتى أبث شكواي لله، وأظهر فقري لسيدي، وأطرق باب المولى جل المولى سبحانه. والله ما أذن المغرب إلا وقد تكلم ابنها وسمع. والله ودعت ابنها ذاهبة للحج، والله ما ينطق حرف، والله ما غربت شمس يوم عرفة إلا أنه يرد عليها في الجوال، قال أنا فلان يمه.